رفقاء السفر والفنانين الموهوبين الأعزاء والمخرجين وكتاب السيناريو والتقنيين الأعزاء الذين تعتبر مهنتهم ومهارتهم ضرورية لبناء أفلامنا بنجاح. هذا المساء أعبر عن كل إعجابي بالتزاماتكم ولكم محبتي. اللي مزيان هو أن المهرجان رجع من مورا الكورونا، غير هو هذا أول مرة كان أسيستي الفيستيفال السينما ديال طنجة، ولكن الملحوظ هو أن كيدوز في واحد الجو اللي سيريو بزاف، الوغ كو هو حفل فني خاصو يكون فيه فقرات فنيه، خاصو يكون فيه الضحك والنشاط والاحتفال، فجاني اوفيسيال بزاف. هذه هي الملاحظه اللي عندي الصراحه، هادشي اللي نقدر نقول. وبيان سور كنسلطوا الضوء اكثر على اصحاب يعني الناس ديال السلطات في الوقت اللي هو في مهرجان مخصص للفنانين، فما فهمتش مزيان هاد القضيه. يمكن هذه اول مره كنجي، فهادو هما الارتسامات ديالي الصراحه. هادشي اللي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.